خصنا نعرفوا التاريخ ديالنا جيدا باش نعرفوا علاش الشيعة ولا هو شيعة اش الشيعة واش وقع ظلم على المسلمين ولا لا وظلم كبير حنا كنسكتوا على هذا الظلم هذا هما كيشدوا في هذا الظلم هذا شادين فيه شنو هذا الظلم وانهم ناضوا الاوباش واحد من الاوباش قتل سيدنا عمر بن الخطاب اجتمعوا جماعه الاوباش قتلوا سيدنا عثمان بن عفان جماعه ديال 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 اللصوص وديال القتاله قتلوا الامام علي هما الشيعة كيقولوا علي خصو يكون هو الامام الاول قبل من ابو بكر وقبل من عمر وقبل كذا وكيجيبوا احاديث هكاهم كبرات الفرقه بين المسلمين لما ناضوا قتلوا الامويون قتلوا سيدنا الحسين بن علي فهم الان كيقولوا واحد الكلمه بصح عندهم الحق الا ما فهمناش كيقولوا انتم كتقولوا الامويين خلفاء يا كتقول يزيد هو الخليفه الاموي الثاني ما نقدروش نقول لهم لا انه في التاريخ قالوا الخليفه مات معاويه هو الخليفه ويزيد يزيد كان يلعب بالقروضه كان واحد الولد ما تفجتش كرفص مهرش وجا معاويه مش في غفر الله وانا وله ما من الصحابه ولكن خليهم جا قال لهم تبايعون ومن بعد مني يزيد واللي قال لا سيف وهدد سيدنا الحسين سيدنا الحسين هرب فمسالت كربلاء عندهم مسالت ديك المصيبه ديال الطف ديك المحل اللي قتلوا فيه سيدنا الحسين عندهم هاد الازمه هذه باقيين كيعيشوا فيها باعصابهم وبفكرهم وبجسمهم كتشوفهم في التلفزيون كتشوفهم كيضربوا روسهم كيندموا علاش ما نصروا سيدنا الحسين ان جلودهم خدلوا الامام الحسين خلينا نعرفوا التاريخ فما نسميه في اصطلاحنا انكسار تاريخي هذا يفسر لنا كل شيء انكسار تاريخي المسلمين قالوا لا مزيان معاويه صحابي ويزيد وخلفاء الامويين داروا فعلوا تركوا داروا فتح والعباسيين داروا المجد ديال الاسلام وكان بقاو متخلفين عقليا ودينيا وسياسيا ووجوديا حنا نرجعوا للحديث المنهاجي قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافه فيكم تكون النبوه ما شاء الله وتكون وتكون خلافه على النجوى تكون ثم تكون ملكا عاضا الملك العاد بدا من معاويه بن ابي سفيان وهو كيقول لهم ابيتم الا ان اكون ملكا فانا ملك كاين واحد شي حديث قال لهم بغيتوا غير تسموني ملك ايوا انا ملك وحيد اخر كيقول انا اخر خليفه واول ملك فاذا انت الملك وديك الساعه المسلمين نازين 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 حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه فاذا هاد الناس كل واحد من اللي كيقول بان كيتكلم في الصحابه وما يحبهمش يتبرأوا منه الله سبحانه وتعالى ولا ياتي منه خير لا في الدنيا ولا في الاخره ولكن نظرا كما قال سي منير هذوك دوله احنا ما عندناش دوله كيقولوا ها شوف الله نصرنا وما نصركمش انتوما اذا احنا على الحق الشيعة على حق وانتم ماشي على الحق لكون عندكم حق لكون درتوا دولة احنا درنا دولة فينا وجرينا على اليهود من فلسطين من لبنان فإذا مع الله نصرنا وحنا كنشوفوا كنديروا هما على الحق فلذلك شبان وشابات كيمشيو مع الشيعة وعندهم هذيك المصيبة ديال المنار ديك المحطة ديال الفضائيات المنار وداك الشيء عندهم متقون وجابوا لي من جابوا لي شي حاجة مصورة من داك الشيء يعني داك الشيء تقول عندهم والاناشيد ودو كيجي هذاك اسمو هذاك الرئيس ديال نصر الله شاب وفصيح وتكلم ودرنا اليهود وغادي يهدد اليهود ونديرو كيقولوا هذا هو الاسلام اما انتم السنه شنو دارت والو حكي جاي جا الصدام حكم عليكم جا القدافي حكم عليكم جا عبد الناصر حكم عليكم المدوخين كلهم يحكموا عليكم ولا تغيرون منكرا ولا تقيمون
حقا. فالناس كيمشيو معاهم كيمشيو. فصحى وشاب ونصر الله وانتصر على اليهود، فاذا نكونوا معاهم. ايوا ويبقاو يلعنوا ابو بكر الصديق وحنا كنسمعوا. اللي يلعن ابو بكر الصديق لعنه الله، نقولوا حنا سحقا سحقا سحقا. وحنا محصلين عندنا الحجه عليهم. كتاب كتاب ديالهم كيقولوا لعن الله الظالم الاول، هو شنا ابو بكر الصديق لعنه الله. والظالم الثاني هو شنا عمر الخطاب. وهذا كتاب كيقراه دعاء ادعيه. راه عندنا مكتوب مكتوب شي اخ من يا جنف وطمئن توجهي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.